التعاون معناها قاعد يتحسن شيئا فشيئا منذ سنة. أنا الحق تعرفت على الجمعية منذ سنة، وقاعدين كل ما ثم حالات يسمعوا بهم هما وعندهم إشكال معين نتعاونوا في معناها تحسين ظروف المداوات متاعهم وتقريب المواعيد، خاصة وقت اللي يبدأوا يكونوا بعاد على المركز اللي يداويوا فيه. كذلك احنا من ناحيتنا وقت اللي ثم إشكاليات اللي تستدعى تدخل الجمعية حتى مع زملاء الطباء في الخارج نتفاعلوا معهم، والحق إلى حد الآن ما لقينا كان التعاون البناء والمساعدة. في الوقت الحاضر كما تعرفوا في تونس ثم المراكز الجامعية اللي موجودة في تونس، صالح عزيز في أريانا، في سوسة، في صفاقس، وكذلك ثم مراكز تركزت في جابس، في المستشفى الجهوي بتاع جابس، في المستشفى الجهوي بتاع قفصة، وفي المستشفى الجهوي بتاع جندوبة، واحنا قاعدين ندعموا فيها شيئا فشيئا المراكز هذه باش تكون عندها الامكانيات اللي تتجاوب مع طلبات المواطنين. ثم تعاون تونسي ايطالي فيما يخص مراكز جابس وقفصه وجندوبه. كذلك ثم معناها برنامج بتاع بناء مركز اخر كبير متخصص في مرض السرطان بجهه تونس الكبرى، لانه الاكتظاظ كما تعرف متاع صالح عزيز ما عادش يسمح باش نخليه وحده، ولو معناها ثم أريانا توا، لكن المركز بتاع أريانا ما يفيش بالحاجة متاع كافة المواطنين الموجودين في تونس الكبرى. ولذا القرار هذا معناها أخذته الوزارة، وقاعدين توا نلوجوا في الفينانسمون باش إن شاء الله معناها يكون مركز اللي نلقاو فيه من جملة أقسام قسم متخصص في طب سرطان الأطفال. والله فيما يخص التنقل، هو المريض بصفة عامة يمشي لأقرب مركز يكون حذاه، إذا كانوا باش يستحق معناها المركز باش يبعثوا العلاج موجود في مركز آخر، هو المركز هذاك هو اللي معناها ينقله. لكن فيما يخص التنقل بصفة عامة معناها إذا كان إنسان تلقاها بعيد حتى على المركز الجهوي متاعه، هذاك يظهر لي معناها نجم نتعاونوا فيه مع الجمعيات يكون احسن حل لهذا، لانه كما تعرف الامكانيات نتاع الوزاره ما تسمح لهاش باش تعمل هذا. اليوم لامسه قامت بمجهود باش مثل العلاقات على طول باش تنجم تتوصل الاتفاقيات الشراكه باش تتنقل معناتها مرضى السرطان يتعالجوا في بلايص اخرين في الخارج في فرنسا. نعم. انتم كوزاره الصحه ناويين تدعموا اكثر المجهود هذا؟ هو وزارة الصحة ما تنجم كان دعم مجهود هذا، لكن ماشي هي الطرف المتدخل في الموضوع هذا، هي وزارة الشؤون الاجتماعية اللي متدخلة في، واحنا ما نجمو كان نساعدوا على إقناع وزارة الشؤون الاجتماعية باش تتعاون معنا ومع الجمعيات باش يكون عمل نتعاونوا أكثر عمل أحسن للمريض. هذا هو. شكرا. مازلت الاجراءات اللي قمتوا بها بخصوص معناتها معالجه مرض السرطان، والا وزاد الاجراءات بخصوص التعاون مع الجمعيه؟ اجراءات في بخصوص مرض السرطان كما تعرف ثم مخططات هي تعمل، المخطط الاول والثاني وتوصلوا للمخطط الثالث اللي توا باش نبداو في البلوره نتاعو، واللي هو باش يحاول معناها يغطي كل طلبات بتاع مرضى السرطان، ويتعاون كذلك بصفه خاصه مع كل مجتمع مدني، لانه ما نجموش راهو نخدموا من غير مجتمع مدني، احنا هذايا متاكدين منه. فلا اوكي. حبيت النقله سالتها معناتها اليوم في
فما برشا ناس، فما برشا مرضى يتعرضوا، فما برشا ناس تعتبر انه اهمال في المستشفيات وكل. اسكو وزارة الصحة العمومية تخمم في اجراءات صارمة حقيقة، اتخاذ نوعية من الحاجات هذيا، تشخيص للحالة نتاع المريض خاصة اللي يبدا في الجهات وكل، كيفاش تتعامل معها وزارة الصحة اليوم؟ قال انه فما اون فورس، فما مجتمع مدني هو اللي يسجل، ماذا بينا اليوم وزارة الصحة تكون أكثر فايقة المسألة هذيا، معناها خاطر مساكن العبيد غاديك يسخفوا ما عندهم حتى فكرة، ما عادش تلقى شيف سيرفيس المالتريت ولا الشخص هذا ما عندوش الحق في الدواء هذا، تقطع له أوردونونس قدامه وخاطر هو ما عندوش الحق. يظل إذا نحكيو على المساواة، المساواة في العلاج معناتها هنا حتى الدولة وإلا في حد ذاتها لابد أنها تكون في المسألة هذه تاخذ بعين الاعتبار. اي تسمع ولا ما تسمعش سؤاله باش نعرف كيفاش نجاوب، ولا نجاوب دبانير جنرال. الاجراءات الصارمه في المستشفيات اي حتى ان المريض معناتها يكون بالحق عنده الحق في علاج ناجع في احسن الظروف. اي الحل انا في المساله هذه اللي ذكرها الاخ هو تدخل اكثر بتاع المجتمع المدني، كما نتصور مثلا تكوين جمعيات أصدقاء المستشفى اللي يكونوا متعاملين منهم مرضى أو عائلات المرضى ومنهم متدخلين في المستشفيات، ويكونوا هذوما طرف يخدم داخل المستشفى ويفيق الناس الكل على أغلاطهم. خاطر أنا متأكد لبرشا غلطات تقع على خاطر الناس تكثر عليها الخدمة وما عادش تعرف اش تعمل، وهذايا كيف يبداو الناس في وسطنا يفيقونا يكون احسن حل باش بشويه بشويه تتغير العقليات والناس الكل تلقى حظها. اخر حاجه نعرف في دورنا عليه، انتم كاداره شنو هو الاجراءات اللي تقوموا بها معناتها لتفادي الاهمال هذايا في المستشفيات؟ لا احنا ديما كما تعرف في الاداره ثم التفقديه الاداريه وثم التفقديه الطبيه. التفقديه الاداريه هي معناها تغطي كل ما هي مشاكل متاع خلاصات ومتاع غلطات في النوع هذي، والتفقدية الطبية هو كل الغلطات اللي تخص معناها الفنيين كأطباء كصيادلة كممرضين في الغلطات اللي تخص الميدان الفني هذا هو. وكل معروف ما ثم شكاية باش تعمل تفقدية وباش تفحص الموضوع الكل وتسمع الجهة الكل ومن بعد تعطي القرار تاعها.